احنا دوري الاتحاد قادر على تحقيق دوري محترفين، او هو الاتحاد قادر على تحقيق دوري محترفين؟ اذا عنده مستشارين جيدين وعنده برنامج صحيح يعمل عليه، خلال سنتين ثلاثة يقدر يسوي دوري محترفين. لكن يحتاج بالسنتين ثلاثة الى ديكتاتورية بالعمل. اكو اسس لازم يعتمد ديكتاتورية بالعمل، يعني هذا النادي انت لك شهرين، اذا شهرين او سنة، خلينا نعطيه سنة، اذا انت ما عملت حسب الشروط اللي اريدها اني، انت تكون خارج الكابينة، تنزل الى دوري درجة اولى. واهتم بالدوري الدرجة الاولى، مو ضير انه اني دوري الممتاز اخليه 10 فرق والاولى اخليه 30 فريق، مجموعتين شمالية وجنوبية، وابدي اعمل الما بعد سنتين ثلاثة اوصل الدوري الى 16 فريق. يصير الان من وصلت بعد سنتين ثلاثة وصلت الى 16 فريق مطبقين الشروط والمعايير، اعلن اني سويت دوري محترفين. اي المفروض يشتغلون على التارجت، يعني هم ما هم لا يريد سنت الاخ بعد 3 شهور، 3 شهور يدوري محترفين، ما يصير صعبه، كلش صعبه.